الله إليكم. يقول السائل: هل لطالب العلم الذي درس على المشايخ والعلماء وخاصة الدورات العلمية أن يرجع ويدرس قومه وأهله ما تعلم؟ وهل يشترط أن يشهد له أهل العلم أنه أهلا للتدريس والتعليم؟ من الأصول أن من تعلم علما ينوي فيه أن يعمل به، ثانيا أن يعلمه غيره بقدر ما يستطيع، هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان، أنه يتعلم العلم لينقذ نفسه من الجهل وليعمل بعلمه ولينشره بقدر ما يستطيع في القريب والبعيد، ولا يشترط أن يأتي بتزكية من العلماء لأنه قد لا يجد ذلك أو لا يطلبه. والذي يزكي الإنسان علمه الذي يحمله هو الذي يكون شاهد له بأنه من أهل التعليم، وكل يعلم في حدود ما يستطيع ولا يتجاوزه، فيعلم عوام الناس أصول الدين، في المقدمة مراتب الدين الإسلامي الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان والحلال والحرام، والذي لا يحسنه لا يدخل فيه، كالفتاوى المتعلقة بالمسائل التي لا يستطيع الكلام فيها إلا العلماء الكبار، لا يدخل نفسه في شيء لا يحسنه، ولكنه لا يترك التعليم بقدر ما يستطيع. ولو علم الناس كما قلت لكم هذه الأصول التي يتقنها أتقنها وعرفها وعلم الناس شيئا من القرآن الكريم وفي المقدمة فاتحة الكتاب، فلا يعذر إنسان من الله عليه بشيء من العلم أن يكتمه، ولكن ينشره بحسب استطاعته. نعم.